حصل لي قليل ورم برجلي نزلت لما عدن قال لي الدكتور مجاهد الحسيني قال لي ضروري بتر لأنه سرطان بترنا أبوها من فوق الركبة ولما شفيت جينا من مركز الأطراف الله يعطيهم العافية شكلوا لنا رجل وقالوا بيركبوها لنا. طبعا منذ حرب 2015 حتى يومنا هذا ما زال تدفق الجرحى الى المركز، وطبعا المركز يستوعب من جميع المحافظات بدون اي استثناء، والمركز توجد له مواد خام مثلا من منظمه الهانديكاب انترناشونال ومن منظمه الصليب الدولي ومنظمه اليونيسف لرعايه الاطفال، والكادر الفني الحمد لله متواجد. وبالنسبة للتطوير نحتاج لتطوير المركز يكون مركز أكبر من هكذا ومتطور في تطوير أهم من كده. تملك زين قليل